عروسة نزلت باست رجل جوزها قدام كل الناس في فرحها، والعريس طبطب عليها وحضنها. مشهد خلى الرجالة تقلب على ستاتها، وكل واحد يقول لمراته: بصي شايفة بتحبه ازاي، شايفة نزلت باست رجله ازاي قدام كل الناس ومهمهاش حد. اما الستات بقى اتقسمت لنصين، اللي تقولك ايوه هو ده الحب اللي بجد، اكيد هو راجل بيعمل لها كل حاجة ومخليها سعيدة عشان كده نزلت باست رجله قدام كل الناس ومهمهاش اي حد. والنص التاني من الستات بقى يقول: ايه ده، هي بتقلل من نفسها كده ليه، واتضايقوا جدا جدا من اللي حصل. ودي كانت اراء الناس وقت الفرح. اللي حصل والحكاية من اولها لاخرها كان صادم للكل، واللي حصل للعروسة دي بعد 45 يوم كان كارثة. تابعونا وشير للفيديو علشان كل ست تعرف قيمة نفسها وتعرف نتيجة اللي بيحصل بالتفصيل. عروسة القليوبية مها 24 سنة، يعني يدوب لسه بتتعرف على الدنيا وبتكتسب خبرات من حياتها. مها كانت بنوتة شغالة في شركة من شركات الاتصالات في خدمة العملاء، جالها سيد وعشان عنده محل موبايلات كان عنده مشكلة، وهي بدأت تحلها له، والكلام بينهم اتطور وتعرفوا على بعض أكتر. سيد بقى كان لسانه حلو قوي وعرف يخليها تحبه، مش بس كده ده خلاها تعشقه كمان. اتجوزوا بسرعة جدا، بس يوم الفرح كانت المفاجأة، او بمعنى اصح كانت الصدمة لكل المعازيم، لما الناس لقوا مها نازلة تبوس رجل جوزها وهي فرحانة ومبسوطة، وهو طبعا مين قده قدام كل الناس عروسته تنزل على ركبها وتبوس رجله، وهو يدوب ياخدها في حضنه ويطبطب عليها. الناس بقوا محتارين، ده حب ده ولا ايه بالظبط، واللي قال ده هيعيش ويتهنى ومحدش قده، واللي يقول لا دي قلت من نفسها، وان الحب والاحترام عمره ما يكون ببوس الرجلين. وحكايتها اتعرفت للناس كلها، والناس كلها بقت بتتكلم عنهم، ويوم وعدى وخلاص، والناس اتكلمت عنهم شوية وخلاص على كده. لكن الصدمة لما سمعنا عنهم تاني بس بعد 45 يوم، بس المرة دي وهي مقتولة. أيوة مقتولة على ايد جوزها سيد اللي نزلت باست رجليه قدام كل الناس. 45 يوم كانوا كفيلين بان مها حياتها تتدمر وتنتهي، وبدل ما يكون شهر عسل بقى شهر جحيم وانتهى بموتها. بس الحقيقة إن السبب كان من عند مها، ومن البداية هي خططت لموتها من غير ما تحس. قبل الفرح بيومين مها لقت في تليفون سيد رسايل مع واحدة، والرسايل دي كانوا بيتكلموا فيها بأسلوب مش كويس خالص، بس الموضوع عدى وما اتكلمتش فيه. لكن بعد الفرح بثلاث أيام رجعت تفتش الرسايل بتاعت سيد، ولقيته برضو بيكلم واحدة، وإن في علاقة في المحادثات بينهم. اتخانقت معاه وبقت تقول له: انت بتخوني ليه، طيب اتجوزتني ليه ما دام انت خاين. وهوب راح سيد بسرعه قالب الترابيزه: انت ازاي بتزعقيلي وازاي بتفتشي في تليفوني، الست المحترمه ما بتقلبش في تليفون جوزها. هي طبعا ما سكتتش وراحت غلطت فيه، ام هو راح ضربها ومتصل باهلها عشان يجوا ويشوفوا ازاي هي بتفتش في تليفونه وتعرف ان هو خاين. الاهل اتدخلوا طبعا وطلبوا من مها تروح معاهم، لانه ما ينفعش انه يمد ايده عليها خالص. لكن المفاجأة ان مها رفضت تمشي من البيت واهلها ياخدوا لها حقها منه، ورجعت قالت لهم: هو عصبي شوية انا عارفة، بس هو كان متضايق عشان غلطت فيه، انا اللي غلطانة. وقعدت تبرر له كل اللي حصل وتخلق له اعذار من تحت الارض، وفضلت قاعدة معاه ومكملة. طبعا اهلها اضطروا يمشوا ويسيبوها، ومها بعدها بقت ملطشة لسيد، وقت ما تقول بم يكون مديها بالقلم، ما هو عادي عدت مرة يبقى كل مرة هتعدي، وهو بقى متعود على مد ايده عليها ودي بقت العادة. فضلت كده لمدة 45 يوم اي حاجة بتعملها بيتلطش لها، واخر مرة كان في نهار رمضان اكتشفت انه بدل ما ينزل المحل بتاعه راح لواحدة يعرفها في شقتها،
وعمل علاقة معاها. طبعا لما مها اكتشفت كده قعدت تتخانق معاه، انت ازاي تعمل كده؟ احنا بقالنا 45 يوم، انت مش هتبطل؟ طب ليه بتعمل كده؟ طبعا قامت الخناقة والصوت كان عالي جدا، لدرجة ان الصوت كان واصل للجيران وعمالين يتفرجوا على الخناقة. وهو طبعا لانه متعود يضربها في اي خناقة، ولان الناس كانت بتتفرج عليهم، لقى جنبه شومة قام خبطها على راسها علشان تسكت، لان الناس كانت سمع صوتهم. والحقيقة هي اخدت الضربة على راسها من هنا وسكتت خالص ووقعت على الارض. سيد بقى لما لقاها وقعت ومش بتنطق راح شالها وجري بيها على المستشفى، وطبعا هناك كان لازم يعرفوا السبب. راح قال لهم دي كانت بتمسح الشقة واتزحلقت واغمى عليها، فجبتها على هنا على طول. لكن الدكاترة اكتشفوا انها ماتت ومش مغمى عليها، وانها مضروبة بحاجة تقيلة على راسها. بلغوا الشرطة، ولما الشرطة وصلت وعملوا تحريات عشان يعرفوا ايه اللي حصل بالظبط، ما لقوش اي اثر لتنظيف الشقة، ولا في مية مثلا، ولا جردل، ولا اي حاجة خالص. وبسؤال الجيران قالوا انهم كانوا بيتخانقوا مع بعض وكانوا سمعين صوتهم عالي وفجأة سكتوا، وبعدها لقوا سيد نازل بيها وهي مغمى عليها. طبعا الله يرحمها، الله يرحمك يا مها الغلبانة اللي كانت فاكرة انها بتقدم التنازلات دي علشان تعيش متهنية، لكن الحقيقة كانت غير كده تماما. كل ست بتقل من نفسها هي دي بتكون اخرتها، كل ست بتستحمل وتبرر الاهانة ومد الايد بتدمر حياتها وحياة اللي حواليها. انت ست مطلوب منك تحترمي جوزك وتقدريه، وهو كمان مطلوب منه يحترمك ويقدرك. يا ست الكل، ياللي بتحب جوزك او خطيبك يبقى لازم تحترميه وتقدريه وتسعيه في الخير، مش تنزلي تبوسي رجله في فرحك وهو بدل ما ينزل كمان يبوس رجلها راح واخدها في حضنه. ما هو رد الفعل المفروض يكون قد الفعل اللي مها عملته، لكن الرد من سيد كان اقل بكتير. اذا في حاجة مش مظبوطة. وبغض النظر عن بوس الرجلين اللي بالنسبة لي اصلا كان مرفوض تماما، لان الاحترام والتقدير مش بيكون بالشكل ده، ولكن بعد الفرح بتلات ايام اكتشفت انه خاين. لا، ولما واجهتيه مد ايده عليكي واتصل باهلك يشتكي لهم، اللي هو ضربني وبكى وسبقني واشتكى، واهلك يجوا يدفعوا عنك، تروحي ترفضي ان اهلك ياخدوا حقك وترفضي تروحي معاهم وتدي له مبررات انه يمد ايده عليكي؟ طب ما فعلا هتبقى عادة. أيوة عادة هتعود عليها، زي ما بتلاقي تليفون جوزك فاصل شحن وتروحي تحطيهوله في الشاحن، الراجل يصحى تاني يوم يشكرك وتاني يوم برضو ينسى يشحنه فتشحنيهوله فيفرح بيك، بس أقل من الأول. تالت يوم بقى يسيبه من غير شحن قاصد فانت ما تشحنيهوش، يقوم يهزقك وكأنه بقى حق مكتسب وانت واجب عليك انك تعمليه، انت بتعوديه على اهانتك. حابة اوجه رسالة لكل البنات، انت حاجة كبيرة قوي وحلوة قوي، ما تسمحيش لحد يهينك ويكسرك ويشوفك ضعيفة، ما تسمحيش لحد يبهدلك سواء كان خطيبك جوزك ايا كان، احترميه ويحترمك، قدريه ويقدرك، الاحترام بيكون متبادل. لكن ما تقليش من نفسك، تملي حط لنفسك برواز محدش يكسره، عشان لما هيتكسر حياتك هتخسريها. واختاري اللي يسعدك ويكون سند ليكي بعد اهلك ويحميكي، مش يقعد يلطش فيكي. ياريت كلنا ندعي لمها ان ربنا يرحمها، لان واضح من حكايتها انها غلبانة وحبت تحافظ على بيتها، بس للأسف كان مع الشخص الغلط. لو وصلت لنهاية الفيديو اعمل شير لاصحابك، وما تنساش لايك وكومنت عشان تشجعنا نستمر.